أنا كنت في أول مرة أحج إلى بيت الله الحرام، وهذا منذ 44 عاما. ففي ذاك العام كنت ذهبت إلى المدينة المنورة، وكانت الجامعة الإسلامية مفتوحة جديد في ذلك الوقت، وكنت أنا بادي في ذلك الوقت بجامع الأصول. فالشيخ رحمه الله يعرفني من هذا الكتاب، كنت كلما انتهيت من مجلد من جامع الأصول أرسل منه نسخة إلى الجامعة الإسلامية، ونسخة إلى رابطة العالم الإسلامي، ونسخة إلى حبيب الرحمن الأعظمي في الهند، لعله يوجد ملاحظات لأستفيد منها. فلذلك لما صليت الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة قمت وتكلمت بكلمة. روى أحمد في مسنده، أيها الإخوة اسمعوا هذا الحديث، روى أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. فالشيخ عندما سمع صوتي وأنا سأل طلاب العلم، طبعا طلاب العلم يوجد من سوريا كمان في الجامعة الإسلامية، من المتكلم؟ فقال له عبد القادر أرناؤوط. فقال اجلسوا، جلس الشيخ رحمه الله مع طلاب العلم الذين هم في الجامعة الإسلامية معه في ذلك الوقت في صلاة الجمعة. فأنا بدأت في هذا الحديث أنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعاذ بن جبل، بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخيكم في الله. وشرحت في هذا الحديث. فلذلك عندما انتهيت من الحديث قالوا لي طلاب العلم الذين مع الشيخ: سماحة الشيخ يريد أن يسلم عليك. فجاء الشيخ وسلم علي: أهلا بالشيخ عبد القادر أرناؤوط، مرحبا، الحمد لله على السلامة، كيف حالك؟ وأخذ بيدي إلى سيارته رحمه الله كما كان من عادته وكرمه. ففي أثناء الطريق عندما ركبت معه في السيارة قال لي، وهو لأول اجتماع اجتمع به رحمه الله، قال لي: يا شيخ، هذا الحديث الذي ذكرته الآن في المسجد النبوي أليس إسناده ضعيفا؟ قلت لهم: أستاذ، في سنده ضعف في مسند الإمام أحمد، وكذلك في معجم الطبراني الكبير، ولكن ضعفه يسير ينجبر، وله شواهد مثل حديث، له شاهد من حديث أبي الدرداء، له شاهد من حديث عبادة بن الصامت، له شاهد من حديث أميمة مولاة رسول الله وغير ذلك، فهو حديث حسن بشواهده. فقال لي: بارك الله بارك الله، منذ ذلك الوقت تعرفت على الشيخ، فكنت إذا جئت لحج أو عمرة نزور الشيخ رحمه الله في الجامعة الإسلامية. ثم لما انتقل إلى الرياض كنا أيضا نزوره رحمه الله، فكان خير ملجأ للعلم والعلماء رحمة الله عليه، وهو الذي شجعني في الحقيقة رحمه الله. عندما علم أني أنا أصلي من كوسوفا وأنني أتقن اللغة الألبانية، فقال: فرض عليك ولو في السنة مرة أن تذهب إلى بلدك وتعلمهم الإسلام والقرآن والسنة. فكنت أذهب في كل عام 15 يوما إلى كوسوفا وأجتمع هناك بالألبانيين وأدرس، أخطب خطبة الجمعة وأدرس فيهم. فكان التشجيع من الشيخ رحمه الله، وكان يغار على العالم الإسلامي غيرة شديدة، فلذلك كان شجعني وشجع غيري من أمثال هؤلاء طلاب العلم لتعليم العلم في العالم الإسلامي رحمه الله. بارك الله فيك.